متابعون يكشفون علاقة كريم الديب ولين أبو شعر في الإنستغرام، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد فيديو صهيب وإناس الذي سلط الضوء على علاقة الإعلامية لين أبو شعر وكريم الديب، حتى كل المتابعين بعدما شاهدوا ذلك الفيديو لاحظوا أن هناك علاقة تجمع بينهم. وفي آخر بوست نشرته لين على صفحتها بالإنستغرام وقامت بزيارة الإكسبو وزيارة بعض الدول علق عليه كريم ليلفت انتباه المتابعين أن لين أخطأت في عدة دول، والمتابعون تركوا الخطأ وركزوا على اهتمام كريم الديب بلين أبو شعر، فانهالت عليه تعليقات بعبارة مرق لياها يا كريم. وأيضا لاحظ الجميع انسجام كريم ولين من خلال البوستات التي ينشرونها على السوشيال ميديا. فما رأيكم أنتم بعلاقة كريم ولين؟ أعطوني رأيكم بقناة التعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا جزيلا لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو متركم، نشوفكم بالفيديو الجاي.